سيد الرئيس، شكرا على هذا السؤال. أولا طبعا المواطن سوق تكون المواد كلها إن شاء الله موجودة، ولكن هذا لا يعني أن تكون الشفافية 100%. أنا أقول لكم من هنا 2016 5000 مخالفة دارت، 5000 مخالفة. إذا شحال من رقابة باش تخرج 5000؟ الحكومة قائمة بواجبها، ولكن راه الغشاش اللي كيحضيك ماشي انت كتحضيه. إذا كيفاش فعلا مع المواطنين في اللجنة؟ راني عطيت للسادة البرلمانيين والبرلمانيات جوج الأرقام بالهاتف، ممكن يتصلوا بكم الناس، إما اتصلوا بالسلطات المحلية إما بالوزارة، ولا المواطن يتصل بنا، لأن هادشي كيتلعب بصحة المواطن، وهادشي ما فيهش اللعب. تنقول هادشي ما فيهش اللعب، راه العقوبة غتنزل على كل واحد، إما تيحتكر، إما تيبيع الحاجة الفاسدة، إلا تيزيد في الأسعار. إذا الحكومة غتقوم بواجبها، ولكن تنقول العمل الحكومة غير كافي، خاص المواطن ينخرط معنا، وأنا مستعد نعطيكم جوج الأرقام بالهواتف باش يكون الاتصال مع المواطنين. شكرا. اولا غادي نعطي واحد جوج دراق الارقام ديال الهاتف 0537 68، واكتبوا 05 للمواطنين ماشي ليكم نتوما، 0537 68 73 00، اولا 08، راه الجواب ديالكم نتوما. قلت لكم الحكومه تقوم بالواجب ديالها، الجانب الصحي ما نتكلمش معاه، شوفوا مع وزير الصحة. الآن الجودة، الجودة، ولكن الجودة ماشي عاوتاني غير الناس اللي عندهم الطاقة الشرائية، راه الجودة تكون صحية. ها المهم هو اللي كيتلاعبوا بصحة المواطن. الوفرة خاصها تكون في السوق، محاربة الاحتكار، محاربة الزيادة في الأسعار، محاربة الفساد، هادو عناصر هما الأساس. إلا قدينا نزيدو فما فوق يلا خصنا نتقدو مع هاد العناصر، ولكن أستاذة المواطن الحمد لله وصل واحد المستوى ديال الوعي، منخرط كيهتم بالسياسة، كيحارب الغش. إذا خاصين نديرو الثقة في المواطن ديالنا، أن المواطن فعلا إلا حملناه معانا المسؤولية، ماشي نحملوه المسؤولية، نتحملوا جميع البرلمانيين تاهما عندهم مسؤوليه، لان المواطن غادي يتصلوا بكم، اشنو غديروا؟ غتصلوا اما بالسلطات المحليه اما بالحكومه باش نتعاونوا كلنا، لان محاربه الغش راه ما يمكنش تعرفي الغشاشه مسبقا، راه كون عارفينهم كون راه مشاو للحبس، يعني ما عارفينهمش، ولكن دروك الحبس. اذا تنقول غير المواطنين يطمئنوا، الحاجه اللي غتستورد غتستورد. شكرا السيد الوزير.